هو ياسين تعين في المنتجع؟ في الشيفت بتاع بالليل. ياسين عامله ايه يا دكتور؟ انا الحمد لله كويسه، انت عامل ايه؟ انا كويس الحمد لله. على فكره انا حاولت ازورك كتير قوي بس انت كنت بترفض. تعبتي نفسك ليه؟ حسيتي بالذنب؟ ياسين انت غلطت. انا عارف، مش بس عشان دخلت على موبايل خطيبك، انا غلطت عشان انا ماليش لازمة الكلام يا كرم. لا ليه لازمة على فكرة، عشان انت ما سمعتش مني ولا مرة، ولا انت ولا اكرم. اكرم اللي بعتبره زي بابايا قاطع معايا. يا جماعة انا كنت مجبرة. عشان شغلك ولا عشان خطيبك؟ انا مش عايز احملك فوق طاقتك، وانا مش زعلان يا كرم. لما كنت بعمل كده كنت بعمل كده عشان بحميكي، او ده اللي كانت مصوره لي دماغي، وانا على قد ما قدرت حاولت. بس انك تقدري المحاوله دي او ما تقدرهاش ده مش هيفيد بحاجه دلوقتي. بس انا مش مرتاحه مع اللي حصل ده. ولا انا مرتاح، بس احنا مجبرين عليه. حضرتك اونر المنتجع وانا موظف هنا، وبعد اذنك عشان اوري شغل. وانت هتفضل ساكت كده زي المرة اللي فاتت؟ انا مستني اسمعك. لا في العادة انت المفروض تسأل وانا جاوب. طيب اتكلم انا. تحب تسمع عني ايه؟ انا مش عايز اسمع عنك حاجة، انا عايز اسمع عن اللي حواليك. شايفاهم ازاي؟ من فوق كرسي متحرك، وده كفيل إني يخليني معرفش أشوفهم كويس. أنا دخلت في كوما لمدة 3 سنين، غيروا كل حاجة، وجه الوقت اللي أنا لازم أتقبل فيه التغيير ده، لأن واضح إن كلكم عايزين يتقبل التغيير ده غصب عني. هو مفيش حد بيتقبل حاجة غصب عنه؟ لا فيه المشلول يا دكتور. مدام فريدة، هو باباك الله يرحمه في آخر أيامه كان على كرسي بعجل؟